السلام عليكم. في الفيديو ده هنوضح ازاي نكتب بالعربي على البريمير. هنبدأ نفتح بروجكت من البريمير، هنختار احنا هنسيبه فين، اي مكان، وهتسميه بالاسم اللي انت عايزه، يعني مثلا هنسميه رايت اون بريمير برو. تمام، بنبتدي نفتح سيكونس جديد. تعمل سيكونس جديد، انا بفضل ان اشتغل على السيكونس دوت، بيبقى لطيف يعني، في شغل سريع شويه، مش عارف ايه الكلام دوت. هنبتدي نتاكد ان البريمير بتاعنا متسطب ان هو ميدل ايست، وهنبتدي من البريفرنس نختار جرافيك، ومن الجرافيك ديت هنتأكد ان احنا عندنا ساوث اسيان اند ميدل ايست ايسترن، ودي هنعلم عليها، وطبعا تعلم على هندي ديجيتال، وتدوس اوكي. من التولز اللي عندنا بتختار اللي هي التي تكست ديت، وفي طريقتين للكتابة، انك انت بتعمل بوكس بتحدد المكان اللي انت هتكتب فيه عشان الكلام ما يخرجش وما يتعداش المكان دوت، تنقل طبعا الكيبورد عربي، بتحوله عربي وبتكتب عادي جدا بالعربي، وتختار الفونت اللي انت عايزه. لو انت قبل ما تختار العربي دوت مختار فونت انجليزي، تلاقي الفونت مبكسل معاك، يعني عامل اكسات او عامل مربعات او اي حاجه ايا كان. المهم بعد ما تكتب، او قبل ما تكتب، تختار اللغه العربيه، الفونت العربي اللي انت محتاجه، بيكون معاك شغال عادي جدا، مفيش اي مشكله. الحاجه التانية انك انت بتكتب، يعتبر كتابه حره شويه، انك انت بتختار التولز، الاداه بتاعت الكتابه، وبتدوس بس في المكان اللي انت تكتب فيه، وتكتب تكتب براحتك بقى في اي مكان في الشاشه. عندنا حاجه في البريمير دي بقى من الحاجات اللي هي بتبقى رخمه او صعبه شويه انك انت تكتب فيها بالعربي، لما بتيجي تشتغل على الاسينشال جرافيك. الاسينشال جرافيك دوت اللي هي تحط حاجه زي التمبليتات كده، بس بتبقى موجوده في البريمير. هنيجي نختار مثلا من الاسينشال جرافيك ديت، لو ما لقيتهاش بتروح تفتح ويندوز وتختار تعلم عليها، فبتظهر لك في الجنب اليمين دوت. بعد ما هنختارها، هو طبعا بيديني زي هنت كده ان الفونت اللي هو المستخدم في البتاع ده مش موجود، فما فيش مشكلة نستخدم اي فونت تاني. وهنبتدي نكتب بالعربي عليه عادي، مش هيقبل الكتابة بالعربي عليه، حتى لو اخترت عربي او اخترت اللغة، لو اخترت يعني الفونت بتاعك فونت عربي او فونت انجليزي، هيفضل زي ما هو مبكسل. فبنعمل ايه؟ هنفتح اي صفحة جوجل ونكتب، نعمل سيرش عليها على arabickeyboard.org، ده موقع هتختار منه رايت Arabic in Photoshop. هتكتب في المربع دوت اللغة الـ 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 الكلمة او الجملة اللي انت محتاج تكتبها هناك بالعربي. وتعمل تحويل او نسخ للكتابة من تحت. وتروح هناك، لو انت بتشتغل على الماك فكوماند في، لو بتشتغل على البي سي بكنترول في، وتبتدي تختار بعد كده تعلم عليه، وتبتدي تختار نوع الفونت اللي انت عايز تستخدمه. بعد كده هنبتدي نرندر ونشوف شكل الاسينشال جرافيك ده او التمبليتات دي على البريمير شكلها ازاي. طبعا في كميه تمبليتات غير يعني ملهاش عدد، تقدر تستخدمها على البريمير وتكتب عليها عربي، تكتب انجليزي اللي انت عايزه.